لما العصر الجمهوري يحصل فيه الوضع المأساوي ده، أمال الشعب السوداني وأحياء الخرطوم بيحصل فيها إيه بقى؟ بس كل ده هينتهي قريب بعد ما ينجح الجيش في حسم ما بدأ يحصل مؤخراً. إيه اللي حصل في العصر الجمهوري السوداني؟ وإزاي الجيش السوداني قرب من تحقيق الحسم؟ إيه آخر أخبار معركة الشجرة الخطيرة دي؟ كل ده وأكتر هتعرفوه معايا في التقرير ده من 5 بالعربي. بشكل بطيء وتدريجي بدأ الجيش السوداني يستعيد زمام المبادرة في الصراع اللي قرب من شهر الرابع، وده مع قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم. ومع بداية الصراع بين الطرفين يوم 15 إبريل اللي فات، قدرت قوات الدعم السريع تسيطر على مواقع حيوية واستراتيجية في الخرطوم زي القصر الجمهوري ومحيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ده غير حصار سلاح المدرعات التابع للجيش في حي الشجرة واللي يعتبر أكبر موقع استراتيجي للجيش في جنوب الخرطوم. لكن في الأيام القليلة اللي فاتت قدر الجيش يوصل لأماكن متقدمة في محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري، وده بعد ما قصف لأول مرة مواقع قوات الدعم السريع جوه القصر الرئاسي. أكد مصدر عسكري في الجيش السوداني أن الطيارات الحربية قصفت القصر الرئاسي اللي بتسيطر عليه قوات الدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم، وده على ما يبدو لاستنزاف قوات الدعم السريع الموجودة جواه وتمهيداً لتقدم القوات البرية للجيش. أضاف المصدر أن سلاح الطيران نفذ كمان غارات جوية مكثفة على مواقع للدعم السريع، وده في محيط الأحياء القريبة من مقر قوات المدرعات في الخرطوم. أكد شهود عيان أن مواقع الدعم السريع في مدن الخرطوم الثلاثة، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، تعرضوا للقصف مدفعي عنيف من الجيش. مش بس كده، ده الجيش السوداني أعلن كمان تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة جدا في جنوده، ودمر 10 مركبات عسكرية في تصدي لهجومها على مواقعه، وده في محيط مقر قوات المدرعات في حي الشجرة جنوبي الخرطوم. قال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله في تسجيل صوتي نشره حساب الجيش على فيسبوك إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة ارتكازات الجيش، وده في محيط مقر قوات المدرعات، واشتبكت مع قوات الجيش. يعتبر مقر قوات المدرعات ده واحد من أخطر المواقع الاستراتيجية في الخرطوم واللي بيقع في حي الشجرة، بتحاول قوات الدعم السريع تسيطر عليه علشان ده يساعدهم في حسم معركة الخرطوم لصالحهم. لكن قوات الجيش بتدافع لغاية دلوقتي بالهوادة عن الموقع الحيوي ده، وبتحاول قوات الجيش إنها تقوم بهجمات لفك الحصار عن المقر ده، لكن قوات الدعم السريع أكدت إنها أحبطت المحاولات دي لحد دلوقتي. ومع استمرار الاشتباكات وزيادة حدتها في محيط القصر الرئاسي، بدأت المخاوف تزيد من تعارض القصر ده للتدمير في المواجهات، خصوصاً وإن قوات الدعم السريع بتحصن جواه. انتشرت صور جديدة للقصرين الرئاسيين القديم والجديد في الخرطوم، واللي وفقاً للصور اتعرضوا لتخريب كبير جداً. بقت الشوارع المحيطة بالمنطقة الرئاسية منطقة أشباح خالية من الحركة تماماً، بعد ما كانت شوارع المنطقة دي حيوية ومزدحمة في قلب الخرطوم. فهل يكون الدمار هو المصير النهائي للقصر الجمهوري في الخرطوم أم لا؟